ينضم إلينا عبر سكايب السيد بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. سيد بلال، مرحبا بك. سيل من التصريحات على لسان المسؤولين الإسرائيليين، سواء في الائتلاف الحكومي أو حتى في مجلس الحرب، كلهم يعارضون إقامة دولة فلسطينية، وذلك ردا على تصريحات وما جاء في بيان البيت الأبيض بخصوص حل الدولتين. لماذا نسمع هذه التصريحات بشكل متواصل ومتتالي هذه الأيام؟ يعني من المرجح أن يكون جزء من هذه التصريحات مدفوعة أو محفزة من قبل بنيامين نتنياهو، لأنه يريد أن يعني يوصل رسالة إلى إدارة البيت الأبيض بأن بنيامين نتنياهو ليس الشخص الوحيد الذي يقف عقبة أمام طريق الدولة الفلسطينية، لأنه في الآونة الأخيرة بدنا نشهد نوع من التقديرات سواء الأمريكية أو يعني على مستوى دولي تتحدث على أن بنيامين نتنياهو لا يريد مناقشة مسألة ما بعد الحرب ولا يريد الحديث عن حل الدولتين، وبدأ أن نوع من التسريبات التي ظهرت من الولايات المتحدة الأمريكية وكأن هناك شخصنة لهذه المسألة مع بنيامين نتنياهو أنه هو الذي يقف في هذا الطريق. هذه التصريحات اليوم تخدم بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه أمام الرأي العام الدولي وأمام الولايات المتحدة الأمريكية المسألة لن تحل بمجرد تغيير الحكومة الإسرائيلية، المسألة لن تحل بمجرد أن يحدث هناك تغييرات في النخبة السياسية الإسرائيلية، هناك تجذر في هذه الفكرة لدى المجتمع الإسرائيلي، وهذه مدفوعة بعملية تجييش مورست في بداية هذه الحرب، والتي يعني كان مفادها بأن الفلسطينيين إن حصلوا على أي حيز يتمتعوا فيه باستقلالية ولو جزئية ولو كانت تحت الحصار كما هو الحال في قطاع غزة، سيتم استخدامها في نهاية المطاف كمساحة للانطلاق بهجمات ضد الإسرائيليين. هذه هي الرواية التي تقدم في الأوساط الإسرائيلية، وهذا ما يحاجج به الآن أمام العالم. بالإضافة إلى ذلك، قبل 7 أكتوبر يعني نحن نتحدث عن انزياح إسرائيلي نحو اليمين إلى الدرجة التي أصبح فيها الخطاب اليميني هو الخطاب الوطني فقط، وتبنى بعض يعني أنصار الأحزاب من الوسط ومن اليسار، إن كان هناك يعني بقايا يسار في إسرائيل، اضطروا إلى تبني بعض المفردات اليمينية كي يقدموا أنفسهم بشكل بين قوسين وطني للمجتمع الإسرائيلي. هذا الانزياح نحو اليمين كان جزء من أهداف منع إقامة دولة فلسطينية، وهم يعادوا أي كيانية فلسطينية حتى لو كان لا يوجد عليها إجماع فلسطيني ولا يوجد عليه الرضا فلسطيني عنها، كما هو الحال مع السلطة الفلسطينية، أي أن بن غفير وسموتريتش كنماذج من اليمين في إسرائيل يعتبر حتى السلطة الفلسطينية كيانا معاديا، وبالتالي إذا لم يكونوا راضين عن وجود سلطة مجرد سلطة لم تصل إلى مرحلة الدولة، فلا نتوقع من هذه الحكومة ولا من أقطابها أن يصلوا إلى مرحلة يقولوا فيها أنهم مؤيدين لحل الدولتين. وهل هذه الحكومة دكتور بلال قادرة على البقاء نظرا للخلافات التي بدأت تظهر للعلن، وكذلك ما يحكى في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خلافات حادة خاصة بين نتنياهو وغالانت؟ نعم، هذا التطور الأهم في الساعات الأخيرة، أنه وصلت الأمور بين بنيامين نتنياهو وغالانت إلى مرحلة يعني ربما يصعب علاجها، والمعضلة التي يواجهها غالانت أنه في حال فكر بالانسحاب الآن من مجلس الحرب الإسرائيلي ومن هذه الحكومة ربما يكون هذا الأمر غير يسير، يعني كما يتصور البعض بحكم أنه لن ينسحب من حكومة عادية وينسحب من حكومة طوارئ في ظل حالة حرب، وبالتالي كوزير للجيش الإسرائيلي الانسحاب من المشهد الآن يعني ترك الجبهة مفتوحة مع قطاع غزة والخروج منها، وهذا بالأمر الذي لن يقابله الجمهور الإسرائيلي برحابة صدر، حتى وإن كان هناك عدم رضا عن مجلس الحرب الحالي وعن السياسة الحكومية الحالية، إلا أن الشارع الإسرائيلي المناوئ للسياسة الحالية والذي يريد أن يتم استعادة المحتلزين يرى أن من واجب هذه الشخصيات أن تفرض التغيير من الداخل، بمعنى أن خروج غالانت من هذه الحكومة هذه نقطة ضعف تحسب
على جالانت، ولذلك مسألة خروجه مسألة ما زالت محتملة وخطيرة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه في الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن احتمالية خروج بيني جانتس وأيزنكوت، نعم وكان بنيامين نتنياهو ينظر إلى هذه المسألة بتوجس، لكن لا ينظر لها على أنها خطر وجودي على الحكومة الإسرائيلية بحكم أنه يؤمن 64 مقعد. اليوم مع الحديث عن المشاكل مع جالانت، جالانت من حزب الليكود، إذا ما استطاع تأمين فقط يعني أيضا يعني 3 أشخاص أو 4 أشخاص من داخل الكنيسة الإسرائيلي ممن ربما يعني ينشق عن بنيامين نتنياهو، في هذه الحالة ستنهار الحكومة الإسرائيلية وسيتم الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة. هنا تحدث انقلابة في المشهد الإسرائيلي وربما نشهد تغييرات جوهرية حتى في مسار الحرب، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أن هناك الكثير من المؤشرات الكافية للقول أننا يعني قريبين جدا من هذا المشهد، لكن يعني ما زالت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إمكانية أن يكون هناك انقلاب من داخل الليكود على بنيامين نتنياهو، بمعنى أن نشهد تحولا داخل الحزب الذي يشكل الائتلاف الحكومي. وتاريخ إسرائيل مليء بمثل هذه الحالات، بمعنى أن النخب السياسية في إسرائيل كثيرا ما أقدمت على الانتقال من حزب إلى آخر ومن تيار إلى آخر بناء على تغير القناعات الشخصية، بما فيهم جالانت. جالانت يعني قبل العام 2019 كان يعني ضمن تيار موشي كحلون، وبالتالي نحن نتحدث عن شخص انتقل إلى الليكود و يعني لا يوجد ضمانات لبقائه في هذا الحزب، لكن انسحابه لوحده غير كافي، لابد أن يكون هناك انسحاب كافي لإفقاد الحكومة الإسرائيلية الثقة.